الكيان ده احنا انا بحبه وتربيت فيه، موجود مش موجود بحب الكيان، وطول ما انا موجود في منتخب مصر انا كاني في النادي الاهلي بس. مش محتاج ان انا اتكلم فيه نقاش او جدل او اي حاجه، احنا بنتكلم النادي الاهلي ونحب الكيان ونحب الناس اللي هي اللي فيه كلها، لان اللي خير علينا مش حظي. وكل لعيب بره النادي الاهلي كان اعتزل او بيلعب لحد دلوقتي يتمنى انه يرجع للاهلي، مش عصام الحضري لوحده بس. زي ما قلت لك، اما زي ما قلت لك حته منتخب مصر هي في الاول والاخير زي ما قلت لك هي كانها موجود في النادي الاهلي، فاهم؟ بس اما هي القصه كلها نرجع ما نرجعش للموضوع ده خالص. يعني انا ما يعني الموضوع ده كبير كتير، وفي حوارات في ناس بتتكلم عليه كلام، ساعات بشوف حاجات على لساني وانا ما اعرفش حاجه.